السلام عليكم، معكم محمود من قناة رؤى لايف وبرنامج الحقنة. النهاردة القنبلة الثانية الخاصة بأوكرانيا، المرة دي العمل في أوكرانيا، وظيفة تعتبر قنبلة طبعا للي تناسبه. في ناس ما تناسبهاش الوظيفة دي، فبالنسبة لهم لا قنبلة ولا بتنجان. فأنا بس للناس اللي هي خاصة المهتمين بالتصدير والاستيراد، مثلا اللي هم بياخدوا وكالات شركات عالمية. في شركة بتعمل أبواب معدنية، الشركة دي في أوكرانيا في مدينة خرسون. اللي يعرف أوكرانيا كويس ويعرف مدينة خرسون، آدي الإعلان. الوظائف دي حقيقية يا جماعة، موجودة وحاليا ولسه حديثة، يعني بقى لها 4 أيام 5 أيام بس نازلة على الموقع. العنوان اهو مكتوب تحت خرسون، الاولى دي العنوان للي عايز يتاكد ويكلم المصنع ويقول لهم الوظيفه لسه دي موجوده تنفعني. اوكي، هوريكم الابيزنستي، الابيزنستي بتاعه الوظيفه، التفاصيل يعني ايه المطلوب. ان المفروض ان انت بتفتح سوق جديد في مصر، بتفتح بتحاول تلاقي الاوراق المطلوبه والشهادات، وبتعلم الاستاف اللي عندك مزايا والكاركترستيك بتاعه او المواصفات بتاعه المنتجات بتاعتهم، وبتلاقي عملاء جداد وبتتعامل مع العملاء الحاليين عشان تزود مبيعات المصنع. ده اسم المصنع واسم الشركة اللي هي دي، تارجوفي دوم نوفي ستيل. هيبقى المكان الشغل فين؟ مكتوب في كايير، جورد كايير في القاهرة. سوري يا جماعة. فمكان العمل هيبقى في القاهرة، معناها ان انت هتكون مستديم قاعد في مصر. هل ده بلس بالنسبة لك ان انت مثلا الشركة تكون موجودة في اوكرانيا وانت تشتغل في القاهرة؟ فدي قنبلة، لو هي تناسبك تبقى قنبلة، وظيفة الموسم بالنسبة لك. تقدم السي في وتشوف نصيبك ايه. انا بكلم الناس المصريين اللي موجودين او العرب اللي موجودين في اوكرانيا، بالذات المصريين لان الوظيفه في القاهره، اللي موجودين في اوكرانيا حاليا وبيدور على شغل كويس. تحاول تقدم على الوظيفه دي، تلاقيها على مواقع او ممكن تكلم المصنع مباشره، بس بيشترط تكون عارف روسي وعربي، يعني الروسي ممكن 50% فما فوق مش اقل. دي قنبله اوكرانيا النهارده. لو عايزين قنابل تانية موجود عندي في نفس التليفون، ولا تحبوا تخليها لحلقة تانية. يعني مثلا في وظيفة تانية برضو في أوكرانيا، وفي وظيفة كمان في مينسك في بيلاروسيا للناس اللي موجودة في بيلاروسيا. أحد الوظائف بتشترط إن أنت دي وظيفة في سانت بيترسبورغ مش في أوكرانيا كمان. عايزين أهو fluency in English and Arabic is a must. ده طبعا جنب الروسي، الروسي لا غنى عنه، علشان بس ايه الناس ما تقولش ان انت بتقول لنا عايز عربي ومش عارف ايه. طب ماشي، الشركه اللي انت شغال فيها دي عايزين تكلم العملاء بالعربي، طب هتكلم الموظفين والمديرين بتوعك بايه؟ بالروسي. فمحتاج الاثنين، فعلى الاقل 50% من الروسي يكون معاك جنب العربي. ومبروك عليك الوظيفه لو قدمت واتقبلت ان شاء الله. نشوفكم على خير. الوظائف كتير والشغل كتير، المهم ان انت تقدر تعرف السكه، وانا بدلك على السكه اهو. لو نصيبك فيها هتاخدها الوظيفه دي، نصيبك مش فيها هجيب لك وظيفه تانية ان شاء الله وفرص تانية، وهفضل وراكوا لحد ما تلاقوا وظيفه محترمه وتحسن من نفسك وتاخد مرتب كويس قبل اي شيء. نشوفكم على خير، في حفظ الله، سلام عليكم.